معنا في الحوار، في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغنت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمال تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وسعينا للعمال تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نبولة. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى. الليل والنهار، الليل والنهار واحد عليه السجمان. فضيل عادل حديثك يا فضيل. مالك عادل استعالك مناسع؟ انا عارفك قاصدني في سجمان بالحلة دي غيري انا. انت كنت عارف روحك سجمان زعلان مالك؟ برضو اخير منك، اخير منك بعد الليل حللة وقعات الضللة وما عندك مسؤولية. انا ما عندي مسؤولية؟ خلا عشان مدير البنكي برضو أخير منك عندي شغلة. شغلة شنو هسه عليك أما جز الحمير والغنم دي شغلة ليه؟ مالا ما بتطلع مصاريف. بعدين دار أقول لك حاجة، على الجز الحمير ده شغل فني، ما أي اللي بيشتغلوا فنية؟ في النوك إن شاء الله شاح ضل عليك من تاسع دور، فشنو هذا عليك الله في جز الحمير والغنم كمان. لكن أقول لك كلام، هاي إنت ما تفتح لك مع الحلاقة صالون كبير كذي، خدت لك لافتة كبيرة اكتب فوقها بقصص، بدل ما تقعد هذول تجيب في الحمير والغنم وتجيز فين الناس يوقفوا في محلك. فضيل عليك الله اقول لك حاجه، يعني انك حديث غير ده قولوا انا ما ناقصك. خلاص اسمع دي، هاي الحمير والغنم مالي احرق لي النيمار. نيمار؟ لا 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 يا زول يا زول عقل هذول مالك. قول بسم الله. فضيله انا شفت يوم مع ولادك الدقاق دي يدخل لا جوا، بعرف عندك طلبات. طلباتك شنو؟ ما عندي اي طلبات، بس بدور يزعلك قاعده تقضي حدامتين. انت تعالى وليا، انت ليه السعال ده مقرر علي يعني؟ والله شنو اخوك يزعل وانت تزعلي في شنو؟ قاعده تدي موجعك ولا قدر ده؟ والله يا فضيل موجعني وقاطع مصاريني وفشفاشي يخلص، وانا الحلاقه للحمي راجلك العاطل ده مبارد ضلله من ضل يضل. ما تشتغلي بي، بقول لك كلام ثاني سيرتي دي ما تجيبيها لي. بعدين اسمع هنا ده هين صارفات علي، والله شايفاتني بيش حد. انا ذاتي عندي تخطيطات في راسي ده، لما اعملها بعدك تاني بشتغل، وتخطيطاتي دي لازم اقعد ورقة يعني. ده كلام ني وما بخش لي راسي يا اخي، اختشى على عرضك وخلي عندك مسؤولية. راسك ان شاء الله بفلوق عبد البين، كرهتين الجبن ومركتاني لما زي. قوم علي حلم، قوم شيلي جماعتك دي قومي. هي السعودية اللي بتعرفيها انت. اهلا يا اخ، اهلا مرحبا. في شنو؟ كيف فضيل؟ في شنو؟ الحمد لله لقيتك. مع انه ماك زياره لكن على العموم تفضل. في شنو؟ لا لا ماني خاشي والله، جيت لقيت لي فرصه في مدرسه البنات اللي للسقة، قلت اجي اكلمك بقى عشان ما يدور يزور غيرك. وانا قالوا لك بفتش لي في وظيفه. ما زق قاعد ساي من ضل لضل، شغلتك شنو كمان؟ وما عندك اي مسؤوليه؟ ما عندكم باي قضيه يا اخوانا، ما تكونوا مالنا مرتاح كده يا زول. والله انا قلت اجي اكلمك بها وبرك بها كمان. انت ده ما تشتغل، انت ده مالك؟ لا لا انا عندي الغضروف. اقول لك كلام، شكر الله سعيك. ودرت فروش البقره وقعدتها افضل بقره تنطحي. انت اخبار نادر شنو؟ نادر ولد عمتي بيكون اشتغل هناك. اشتغل كيف يعني؟ هو مو جاي؟ لا لا نادر من يومه قال عمره وزوغه. زوغه كيف يعني؟ زوغه كيف يعني؟ زوغ بقروشنا؟ قروشنا؟ هاي قروشنا انت قايله قروش البقرة دي اكلتها باسطة ولا شنو؟ قروش البقرة دي وديتها لي عشان يجيب لي كاشف حق ذهب انا ما شدها. اكان دي تخطيطاتك؟ الرمادة دي في خشمك، نادر تاني ما عنده جية. والله من الطربون يجيبه. بتضر يا فضيل، خلي البلولة اخوي يعلمك الصنعة. انت والبلولة اللي بدكم في موية حارة. فيش نازل تاني انت؟ شنو تاني انت؟ رسلتني لك عمتي، قالت لك نادر ضرب لها امبارح من بور السودان. تجيوا بكره في عطبرة عشان بعد بكره تتكامل العبيديه. بس ما تنسونا من صالح الدعوات، وكان لقيته رسلوا لنا. ارسلك شنو؟ انا ارسلك دحر؟ لا لا رسلوا لنا جيكم نحن. خلاص ده انت داقرونا في شغلنا؟
عليك الله شوف العواطية دي ما تخلي عندكم مسؤولية يا أخي. هذا لو وضحتك الله وأنا كلمت البلول أخوك يجي بيت معاك هنا، لكن أعمل حسابك الزول ده ما يجيب لنا غنم وحمير يجي زي لنا جوا في الحوت. وضحتك لا الله أفضل، خلي بالك من روحك. أنت ذاتك فضيلة خلي بالك من روحك، أنا كمان مسؤولية وظروف أصيابها فارقك، لكن الظروف بس وضحتك الله خلي بالك من روحك. يا حليلة كارثين. الله يبارك فيك يا زول، أنا وضحتك الله. يا فضيلة فضيلة سجني أضف رأيك ولا شو؟ لا 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 غيرت رأيي. غيرت رأيك؟ غيرت رأيك يا شو؟ والله يعني زي ما تقولي كده فكرتها، يعني هسه أقول البير دي كانت هرمت نموت أنا ونادر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا راجل انت جنيت ولا شنو؟ الخلاك تقول كده شنو؟ ما هو شوفي اصلا نادر والعمتك دقوا وانا كتشه منه، يعني كان في بيت هدمت يا خبيرنا نحن، قلت بدل ما نموت الاثنين اللي يموت نادر اساسا هو قاعد لي في حمل، لا مرع لا جنى لا تنى. فال الله ولا فالك، خلاص دار ترجع للقعاد في الضلله؟ لا لا ثاني قعاد ما فاز ولا من هنا على الذهب الابيض مباشره لقطقطن، وده كله طبعا عشان نتحمل المسؤوليه. وماشي متين؟ والله يعني لسه في زمن يا دوب وقالوا الواطه حقته قلبوها وناخذ تاخذ زمنها بعد ذلك احنا نمشي عليك. هسه يقوم يجيب لنا الفرش على قبل الثاني اللي بيطلع الضيحه، قال لهم قاعد يطلع الضيحه بطول العمر. الليل والنهار واهي على السجمان. جابت لها مطعناها البلوله؟ في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها وسعينا للعمال تبقى النفس مسؤولة نعمل بالأمانة العالمين احنا بين العالمين